وقاية حلو. صباح النور احسان. صباح الخير لبنى. صباح الفل يا عايشة. وصفتنا لليوم، اليوم باش نعملوا وصفة اوريجينال شوية اللي هي دونك تارت بالفخاز وبالبازيليك بالحبق. دونك اون فيت هو لي زيرب فريش راهو ينجحوا بالكدا مع الوصفات اللي تكون حلوه سكري اي سورتو سورتو بالذات الحبق ينجح كي نعملوا له الميلونج مع الفخاز. دونك الوصفه هذه اوريجينال اي سورتو سورتو معناتها مش باش تكون سالي سكري معناتها اما باش تكون فيها شويه نكهه نتاع عربيه باش تكون فيها شويه زيت لمسه هكا باش تكون فيها دونك شويه ربيعيه بامتياز فوالا ورشه صغرونه نتاع بوفغ نوار نتاع فلفل الاكحل. دونك الميلونج هذايا بين الفخاز والحبق وزيت زيتون باش يعطي نكهه بنينه برشا، يعطي مطعم بنين، يعطي مطعم بنين. وهوني معناتها احنا باش نعطيه وصفه هكا اوريجينال اللي برسمي باش نبدعوا بها، وحتى كي باش يجيونا ضيف معناتها باش نخرجوا هكا باش نعطيه حاجه اوريجينال مش كالعاده معناتها ميساج. خلي ساعات نوعوا وسورتو توا وقت الفخاز كما قلنا فماش دايوغ برشا برشا غله. دونك خلينا نعملوا جمعه هذايا نعملوا برشا وصفات نوعوا خاطر سورتو اخر وما تحس توا عرفتك اللي بدا يسخن الطقس. دونك انا بدي عرفت الويكاند مشيت خذيت وقال لي اسمع اعملوا به برشا حاجات توا خاطر عندك بيه باش يوفى. دونك ميساج توا انا بروفيت نعملوا به وصفات. دونك التخت هذايا باش تعطي حسب تقريب 8 عباد. دونك الكونتيتي اللي انا باش نعطيها التحضير نتاعها باش ياخذ 20 دقيقة والتطيب بين 20 و 25 دقيقة والديفيكولتي سهلة على الاخر الوصفة. انا باش نعطي لي زانغريديون بات سابلي حاضرة معناتها اللي هي باش تكون تتباع نلقاوها تتباع 300 غرام سينو توا حتى زبدة موجودة باش نعطي زادة الوصفة اللي العباد تعملها في الدار خاطر راهي ما تاخذش وقت وتجي بنينة كي نعملوها في الدار ونعرفوا زاده شنو هي حاطينها في وسطها. دونك للفيشه نتاعنا دونك العباد اللي قاعده تسوق كالعاده والا تخدم وما تنجمش تقيد الوصفه دونك باش نلقاو الفيشه نتاع الوصفه هذيا التاخت نتاعنا سابلي بالفخاز والحبق نلقاوها دونك في الشان يوتيوب اكسبريس اف ام. دونك حاجتنا بات سابلي دونك طب نعطي شنو هي حاجتنا باش نعملوها في الدار 10 سنتيلتر حسب التقريب معناتها ويل دوليف زيت زيتونه دونك شويه بركه. حاجتنا دونك ساشي نتاع سكر فاني واللي عنده لي غوز دو فاني مثال معناتها نجم نحطوا غوز دو فاني مي هي صعيبه باش نلقاوها اليوم وحتى كان لقيناها تتباع غاليه دوك نجم نعوضوها بساشي نتاع سكر فاني. شطر قرص دونك جو دو سيترون. حاجتنا دو برونش نتاع حبق دونك الحبق نجمو جوست ناخذوا شويه منه مع خاطر هو ديجا نلقاو يتباع توا في الاسواق دونك جوست ناخذوا شويه حبق. مش شايح احسن الحبق؟ لا لا مش شايح فخي هو تو بنت وتلقاه موجود فريشكي اللي تنجم تعوضوا انت معناتها بحبق شايح مي هو بنته توا موجود معناتها حتى راهو تلقاهم معناتها دي بوكو يتباعوا شايحين ما تلقاهم بريسك فريشكين معناتها حتى الحبق كي يشيح مش كيما النعناع معناتها تلقاه معناتها ايغارد لا سافور بالكدا بالكدا. دونك نجمو نعوضوه كما لقيناش مي توا ان توكا موجود الحبق دي برونش موجودين. دونك 80 غرام سكر اون بودر. حاجتنا هذيا نكهه ياسر بنينه اللي هي قطرات نتاع فينيغر بلزاميك خل بلزاميك اللي هو الخل يبدا اكحل شويه راهو تجي يجيب بنين على الاخر الوصفه نتاعنا يتباع معناتها انا ديجا ديما عندي الفينيغ بالزاميك اما شنو هي يسو كونسير في الريفريجيراتور نخليه في الريفريجيراتور حتى اللي سلاد راهو يجي بنين على مش الخل الابيض مش خل ابيض هذا اكحل فينيغ بالزاميك اسمه معناتها اي خاطر المعروف اللي ياسر توانسه يمشيو للخل الابيض. جوستومون اما الفينيغر بالزاميك راهو لي روسيت بنين على الاخر نجمو نعملوا به لسالاد زاد يجي بنين على الاخر. دايوغ الفينيغر بالزاميك برشا يخلطوا معاه من غير فعسل دونك يتخلط سالي سكري وتعمل به الفينيغريت نتاعك بوغ اكومباني تكون هي الصوص نتاع لي سالاد نتاعنا. فيه نكهه بنينه برشا معناتها هو حامض ومن تو معناتها فيه مطعم تخي بارتيكولي الفينيغر بالزاميك وموجود راهو في الاسواق كيما تلقاه معناتها في الغيون تاع الخل يتباع معناتها ودابوزه تشد لك بالكدا جوست نسكروها نحطوها في الريفريجيراتور ونعملوا بها برشا حاجات تلقاه في برشا وصفات وتشيشه هكا كيما قلنا فلفل اكحل. دونك هذه النكهه نتاع الطخت نتاعنا اللي باش تكون تخي اوريجينال. الطخت البات سابلي دونك اللي ماهوش باش ياخوها حاضره دونك كالعاده ديما حاجتنا دونك بشطر زبده معاها دوبل تاع فارينه مثلا باش ناخذوا 200 غرام فارينه نحطوا عليها 100 غرام زبده نكونوا خرجناها من الريفريجيراتور نحطوا عليها اصفر تاع عظم
ومغرفتين سكر محور. ايوه. والموها بيدنا معناتها نزيدوا عليها وكان شفناها ما تلمتش بالكدا البات نتاعنا ما تكونش اوموجين، نزيدوا عليها شويه ماء، ما نردوا بالنا ما نحطوش برشا ماء باش ما تتحلش البات. هذه هي البات سابلي نتاعنا، ونخليوها من بعد باش نحلوها في المول نتاعنا اللي هو يكون مول تاع 24 سنتيمتر، احنا الكونتيتي هذايا اللي عطيناها نتاع مول يعمل 24 سنتيمتر. بيان سور نكونوا سخنا الفور نتاعنا 180 درجة ونبداو نعملوا دونك البات نتاعنا، نحلوها دونك حسب تقريب 3 مليمتر تكون ليبيسور نتاعها، ننقبوها بالفرشيطة والا معناتها إذا كان عندنا دونك زادة بابي كويسون نحطوا فوق البات نتاعنا بابي كويسون ونحطوا فوقهم دي خويساك اللي هو من بعد كي باش ندخلوها الطاخت نتاعنا ما تتنفخش، معناتها ديما هذايا استوس. وفما ملعب اللي عندها معناتها ايكيبي بالماتيريال نتاع الباتيسري يتباعوا زادة دي بوتيت بي هكا صغار يبداو اون سيراميك هذوكم يتحطوا هذوكم راهو بور لو ريسيكلاج معناتها يتباعوا القوام بون معناتها مش مكلفين، مي معناتها تشري انت دابوزه فيها اللي بي سيراميك اما يقعدوا لك معناتها حياتك الكل، لا يقعدوا حياتك الكل معناتها انت تستعملهم بعد تعاود ترجعهم في البوكال، جست تحطهم على البابي كويسون ومرزان والتخت نتاعك ما تتحركش تقعد ديما الفورمتها هي لاستوس في لي تخت اللي هي تكون على بيرفيكسيون في لي بور نتاعها، معناتها دايوغ فما حتى دي مول اللي بداو سبيسيال جوست سيركل اللي انت تحل، معناتها هذوما العباد اللي عنده شويه وسع بال نحلوا لو فون تاع لا تارت ومن بعد نعملوا الكونتور نتاع التارت ونستيوها بالسكينه ونحطوا فوقها اللي بي، هذيا العباد اللي تكون عندها وسع بال خاطر الاستيتيك زاده راهو في الباتيسخي عنده مهم جدا، مهم جدا الاستيتيك في الباتيسخي. مي سينو كان نبداو مزروبين مول عادي كيما نعرفوها معناتها بلار والا معناتها ميتاليك تاع 24 سنتيمتر كيما قلنا، نحطوا جوست بابي كويسون عليه ونحطوا فوقه دي فروي سيك والا جوست ننقبوهم بالفرشيطه وندخلوها تيب التخت نتاعنا اسم نقولوا احنا نخليوها تيب ابلون، معناها معناتها مش كل تيب تحمر برشا، تيب حسب التقريب 20 25 دقيقه في فوق كيما قلنا نتاع 180 درجه. دونك اونتر تو احنا كي نحطوها تيب ما نضيعوش وقتنا، دونك ناخذوا لي فريز نتاعنا اللي هو سامحوني ما قلتش عندنا 600 غرام نتاع 600 غرام نتاع فريز، باش ناخذوا منهم 450 احنا باش نغسلوهم الكل ونحيوا كل لي كو نتاعهم، وباش نستعملوا منهم نخليو اون ريزيرف 450 غرام، دونك نخليوهم دو كوتي اللي هما من بعد باش نزينوا الطخت، والاخرين باش نطيبوهم، البقيه لي زوتر معناتها باش نقصوهم على اربع طروف حسب التقريب، وباش نحط نحطو دونك في كاسرونه السكر نتاعنا، نحطو عليه دونك شطر القارص نتاعنا، ونحطوه دونك يغلي، ونزيدو عليه دونك بقية الفخاز نتاعنا اللي احنا قصيناهم، دونك اون فيت باش نطيبوهم حسب التقريب معناتها 5 دقائق 10 دقائق، لين معناتها باش يعطيو كل معجون نتاع الفخاز، ما يتحلش على الاخر ما نخليوهمش يذوبو خاطر باش يقعدو دي بوتي مورسو نتاع الفخاز، نزيدو عليهم دونك الساشي نتاع الفاني، كيما قلنا اللي عنده جوز دو فاني دونك نحلوا الجوز دو فاني ونحطوا في وسطها يعطينا كها بنينه، مي سينو دونك جوست احنا باش نحطوا الساشي نتاع سكر فاني نتاعنا، الفريز نتاعنا باش تكون هكا طيب شويه تكون كيل كونفيتور كيما قلنا، دونك نخليهم يطيبوا ومن بعد نحيهم بو دو 5 10 مينوت نحطوهم دو كوتي، دونك اونتر تان دونك باش ناخذوا دونك البات نتاعنا اللي تكون حضرت باش نخرجوها دونك تبرد شويه، نحيوها من المول تاعنا نحطوها في صحين مزيان، وباش نحطوا دونك المعجون كيما قلنا احنا الجولي والا الجولي نتاع الفخاز، دونك باش نحطوها الكل على الطاخت نتاعنا، اونتر تان دونك باش ناخذوا دونك لي فخاز اللي قعدوا باش نقصوهم على زوز على دونك اون دو، وباش نحطوا دونك كي باش نزينوا باش نحطوا ديما الفاس اللي مقصوصه هي اللي تظهر خاطر الشاغم نتاع الفخاز هو الدخلاني نتاعها تكون مزيانه خاطر عندنا هكا كي ديغرادي بين الاحمر الغاز والابيض، دونك باش نحطوها معناها فوق التخت باش نعملوا من بعد في الاخر اون فا اغوزي بشويه فيل دوليف بشويه زاده فينيغر بلزاميك، راهو كي نقول شويه معناتها راهو دي بوتيت غوت حتى في الاستيتيك باش تراها معناتها نكتات، شويه فيل دوليف شويه فينيغر ورشه نتاع بوفغ نوار والاوراق نتاع البازيليك خاطر يتاكلوا هكاكا راهو معناتها احنا ماناش باش نرحيوهم باش يتحطوا دونك فوق التخت نتاعنا، كيما قلت انت لبنى اللي ماهوش باش يلقى شو اسمه الحبق فريشك راهو كيف كيف نجمو كيما نعملوا رشه نعناع، هوني باش نعملوا رشه نتاع
الحبق اللي تكون اون بودغ. دونك في المنظر نتصور عندكم فكره هكا شويه شنو باش يعطي منظر مزيان. تبع فينا تنجم تشوف زاده تصويره تصويره مزيانه برشا على قناه يوتيوب اكسبريس فوالا اكزاكتومون. دونك اليوم عندنا النكهه نتاع الفخاز مع شويه ويل دوليف مع شويه فينيغر بلزاميك مع شويه بوافغ نوار والحبق راهو الميلونج هذايا بنين على الاخر. جربوها ما تندموش بيان سور. نحطوا برشا حب في الوصفه نتاعنا كالعاده وندخلوا كوزينتنا عاملين برشا جو. ما نجم نكونوا كان عاملين برشا جو راهو لي زانغريديون هذو مرا نكونوا عاملين برشا جو برشا كيف باش تنجح معنا الوصفه هذه. اكزاكتومون. وطقس توا تاع عربيه دونك هذايا بالحق وصفه اللي الفا ايباتي الضيوف نتاعنا اللي كي باش تجيو باش يراو حاجه اوريجينال تعمل عليها كيف وحتى ضيوفك ولا حتى صغارك زاده بيان سور يتعجبهم معناتها مثل الوصفات هذه هكاك كما قلت انت نستغلوا الفريز اللي توا موجود. توا موجود باش نعطيو برشا وصفات بالفريز الجمعه هذه. مشكوره جدا مشكوره جدا على كل الوصفات اللي تقدموا منا وصفات احسان الكل تلقاوها على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى لنصف النهار ما تبعدوش من بعد.